أيها الإخوة والأخوات الأحباء، أحييكم أينما كنتم، وللمرة الثانية أنتم تتابعون القداس من منازلكم بسبب الظروف التي استجدت علينا. أتمنى لكم جميعا الخير والسلامة، ونصلي معا من أجل أمهاتنا اللواتي احتفلنا بالأمس بعيد الأم. لهن كل احترام وتقدير للدور الذي يقمن به داخل العائلة. لنحاول أن نجد في إنجيل هذا الأحد، وهو الثالث للصوم، ما يغذي عقلنا ويحفز قلبنا ويعزز صومنا ويقوي صمودنا في وجه الوباء القتال المتفشي في العالم. يتحدث إنجيل اليوم عن امرأة سامرية التقاها يسوع في طريقه من القدس إلى الناصرة. والمكان الذي يحدث هذا فيه هو قرية سيخارة الواقعة قرب مدينة نابلس. هناك يتوقف يسوع، فهو متعب من الرحلة ويجلس عند حافة بئر، هو بئر يعقوب، بينما يذهب تلاميذه إلى المدينة لابتياع بعض الطعام. هنا يلتقي بالمرأة السامرية ويدخل معها في حوار. من هي هذه المرأة؟ إنها مغرورة بذاتها وبصباها وبجمالها. تزوجت 5 مرات فأصبحت سمعتها سيئة بين أهل قريتها، ومن حديثها نستشف أنها متكبرة مراوغة وكاذبة. كذبت على يسوع عندما طلب منها أن تدعو زوجها، فأجابت: لا زوج لي. فصححها يسوع وكشف لها حقيقة ذاتها ليشعرها بحاجتها إلى التوبة والرجوع إلى الله. وتتوصل هذه المرأة تدريجيا إلى الإيمان ثم التوبة. ودليل ذلك إسراعها إلى القرية كي تخبر أهلها أنها وجدت في هذا الشخص المسيح المخلص. وانتقل الإيمان إلى أهل قريتها انتقال النار في الهشيم، وإذا بالناس يسرعون إلى يسوع ويدعونه إلى قريتهم ليستمعوا إليه وليشفي مرضاهم. وكانت النتيجة أنهم آمنوا به، فأكدوا للمرأة الفخورة بذاتها: لا نؤمن الآن عن قولك، فقد سمعناه نحن وعلمنا أنه مخلص العالم حقا. أيها الإخوة والأخوات، إن هذه المرأة التي بحثت عن سعادتها بعيدا عن الله تمثل بشرية اليوم، التي ابتعدت عن شريعة الله، ولا بد أن تشعر بضعفها حتى تعود إليه. وهذا ما يفعله بنا الوباء المتفشي في العالم، هذا الفيروس الصغير الذي لا يرى بالعين المجردة والذي ركع البشرية المتمردة على أقدامها. نعم، البشرية عاشت في الفترة الماضية حالة غرور، وظن الإنسان أنه وجد سعادته على الأرض، وبدل الإله الواحد أوجد وعبد عدة آلهة، عبد إله المال، عبد إله الجمال وإله المتعة، ثم أله العلم والعقل البشري وظن أنه لا ينقصه شيء وأنه أوجد لكل داء دواء. اقتحم الفضاء وغزا القمر وهو في طريقه إلى الكواكب الأخرى،
سخر طاقة الريح والشمس والماء لصالحه، نجح في عولمة الكون وربطه بوسائل تواصل متعددة، اخترع أيضا إنسانا آليا وعقلا اصطناعيا، وظن أنه سيؤخر الشيخوخة وسيقهر الموت. نعم، تكبر الإنسان وتجبر ولم يحترم وصايا الخالق في الزواج والجنس والحب، فحلل ما هو محرم وحرم ما هو محلل. ولما ظن الإنسان أن قدراته مطلقة لا حدود لها، جاءت رسالة واضحة تقول له: اذكر يا إنسان أنك تراب وإلى التراب تعود. رسالة واضحة تقول له: أيها الإنسان، أنت مخلوق ولست الخالق، أنت المدعي بالسيطرة على مقدرات الكون، فإنك تبحث اليوم بصعوبة بالغة عن كمامات ومعقمات وأجهزة تنفس في وجه فيروس صغير يتحكم بك دون أن تتحكم به. أنت يا إنسان في قلق ورعب من المستقبل، ولكن حينما يصيبك جنون العظمة ويتخيل إليك أنك سيد هذا الكون وممسك بكل مقدراته ولديك الإجابة على كل تساؤلاته، آنذاك يأتي الوباء دون موعد ليكشف ضعفك وعجزك وهشاشتك. نعم أيها الإخوة والأخوات، كانت البشرية بحاجة إلى هذه الصدمة القوية لتتعرف على ذاتها وتتصالح مع خالقها. وأين هو الحل؟ الحل أن نكتشف ونقر بأن مخلص العالم ليس العلم والعقل البشري وحدهما، وأن السعادة ليست في الطعام والشراب والمال والقوة. مخلص العالم هو الله وليس الإنسان. ودون أن نقلل من الإجراءات الوقائية والحلول الطبيعية وقدرات الإنسان العقلية، نحن بحاجة إلى الله كي نخرج من الأزمة. سلاحنا هو الصوم والصلاة، فالرب الذي قهر كل الأمراض وهدأ البحر الهائج وأسكن العاصفة وطرد الشياطين قادر أن يتدخل اليوم. هو ينتظر استغاثتنا لأنه يحترم حريتنا. قال يسوع في الإنجيل: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. في هذه الأيام وبينما نحن ملازمون المنزل، لدينا متسع من الوقت لنعزز علاقاتنا الأسرية العائلية ونكتشف قيمتها وجمالها. لدينا أيضا متسع من الوقت لنصلي كأفراد وكعائلات. معظمكم يصلي وحده، لكننا بحاجة إلى صلاة أسرية يومية تبعد عنا بقدرة الله هذه الآفة القتالة وآفات اجتماعية أشد فتكا منها، مثل النميمة والكبرياء والحسد والضغينة والأنانية والغرور والكذب، وذلك على سبيل الذكر للحصر. إخوتي وأخواتي، بعد أن عاد أهل القرية السامرية إلى الإيمان، مضى يسوع إلى الناصرة، وهناك شفى عن بعد ابن عامل للملك كان يسكن في كفرناحوم، شفاه بكلمة واحدة. نعم، الله هو شافي النفوس والأجساد معا. قرأت بالأمس قصة طبيب إيطالي اكتشف الله قبل أيام، اكتشف الله وهو في المستشفى يعالج مرضى الكورونا. كتب يقول: حتى الأسبوع الماضي كنت ملحدا أنا وزملاء الأطباء، وتعلمنا أن العلم يستثني
وجود الله، وكنت أستهزئ بها أهلي، كنت أستهزئ بأهلي الذين كانوا يذهبون إلى الكنيسة. ويضيف: جاءنا في المستشفى قبل 9 أيام رجل دين مريض بالكورونا، وفي يده الكتاب المقدس، كان يقرأ منه للمرضى وهو ممسك بأيديهم أثناء نزاعهم المرير. وكنا نحن الأطباء منهكين جدا، نواصل نهارنا مع ليلنا، وكنا بنفس الوقت معجبين بصبر هذا الرجل وتفانيه وحبه للمرضى. تعلمنا منه الإيمان، تعلمنا منه أنه حيث يتوقف جهد الإنسان لا غنى عن الله، بل يجب طلب مساعدته. تعلمنا نحن أطباء المستشفى أن نتكل على الله ونأخذ منه القوة للقيام بعملنا الشاق. توفي رجل الدين هذا بالأمس بسلام، يكتب الطبيب، بعد أن أعاد إلينا سلامنا وإيماننا. إخوتي وأخواتي، أدعوكم في هذا الزمن إلى إعادة اكتشاف الصلاة البيتية، ولا سيما صلاة السبحة. في ظرف عصيب يشبه ظرفنا، وعندما كانت أوروبا تقاوم الطاعون الأسود في منتصف القرن 15، تمت إضافة جملة لصلاة السلام عليك يا مريم. فبعد يا قديسة مريم صلي لأجلنا نحن الخطأ، أضافت الكنيسة الآن وفي ساعة موتنا. إخوتي وأخواتي، بينما يواجه العالم خطرا من نوع آخر، وقد بلغ الموت أكثر من 12,000، والمصابون زادوا عن 300,000، والأعداد في تزايد، لنصلي في بيوتنا حتى يبعد الله عنا شر الآفات والأوبئة. إخوتي وأخواتي، أحثكم على ملازمة بيوتكم واتباع تعليمات الجهات الأمنية وأخذ الاحتياطات الطبية اللازمة، فهي لسلامتكم. ولنصلي بحرارة عن نيات العالم كله، لنصلي كي يجد العالم الدواء الناجع، لنصلي لأجل المصابين والمخطرين، ومن أجل الطواقم الطبية والأجهزة الأمنية، ولكل من يعمل لصالحنا. إخوتي، نتعلم من المرأة السامرية أن الخلاص هو من عند الله، ويأتي هذا الفيروس الصغير ليذكر الإنسان بهشاشته وضعفه وحاجته إلى الشفاء الروحي قبل الجسدي، والشافي أولا وأخيرا هو الله. آمين.